بشكر الاستاذ الدكتور مصباح على دعوته، الحقيقه كرم الضيافه اللي شفناه منهم ومن الدكتوره لبنى، الحقيقه يعني نعجز عن الشكر، وده مش غريب على اهلنا هنا في الصعيد، لان احنا شرقاوي، انا شرقاوي، فانا بعتبر مش ولاد عمهم، لا احنا اخواتنا، وكلنا مصريين اخوه باذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وبنشكر زملائنا الاساتذه اللي جم من الوطن العربي، وده بقى الاخوه الكبرى، ان احنا كلنا يد واحده واخوه في العقيده وفي الجينات كمان، بمناسبه الله. النهارده هنتكلم على حاجه بسيطه، والحقيقه بعد الدكتور عباس عرابي امبارح انا مش هعرف اقول اي حاجه. فاسمحوا لي يعني ايه ما تحطوش مقارنه، لكن خلوني ابتدي بحاجه بسيطه قوي النهارده. احنا لغايه اواخر التسعينات كنا بنشتغل انسولين سلفاني يوريا ميتفورمين. يجي لك العيان دواليل جلوكوفاج ما اعرفش انسولين وال بي اتش، ما كانش في حتى الانالوج لسه ظهرت، ولغايه اخر التسعينات بدات تظهر الديزيز. دلوقتي من الالفينات من اولها كده بدانا نعرف حاجه اسمها دي بي بي 4، ولما ظهرت الدي بي بي 4 قالوا لنا لا ده في حاجات ثانيه جايه جي ال بي انالوج، ودلوقتي بيقولوا لنا لا ده في سوليد جلوكوز ترانسبورت وفي حاجات هتشتغل على البرين. الحقيقه في ال 20 سنه اللي فاتت دي، بلاش ال 20 في ال 20 سنه دي السكر ظهر له حلول كتيره وظهر له دراجز كتيره، وبدانا نبعد. شوفوا في ال 50 سنه اللي فاتت كنا بنشتغل بثلاث اربع ادويه، دلوقتي بنشتغل بمجموعه اكبر ووايد سبيكترا، والحقيقه بتدي بنفت اكتر عن ما سبقها من ادويه. الابروتش هنا في الباثوجينز والدايبيتس زي ما كلنا عارفين ان هو يا اما انسولين ريزيستنس يا اما انسولين ديفيشنسي، ويؤدي الى الهايبر جلايسيميا. ده في تايب 1، انا ماليش دعوه في تايب 2. الانسولين ريزيستنس في حد ذاته بيزود البيتا سيل ورك لود، يخلي البيتا سيل عماله تطلع، تمام؟ والانسولين ديفيشنسي في نفس الوقت بيقلل البيتا سيل ديمينش ريسبونس. طيب الامبالانس ما بين البيتا سيل ورك لود والبيتا سيل ريسبونس بيؤدي في الاخر الى الميزان المقلوب ده. يبقى انا عندي هنا انكريز للبيتا سيل ورك لود يؤدي الى زياده الانسولين، يخلي عندك اوبيسيتي، يزود الفود انتيك، الجاستريك امبتينج تزيد، يبقى انا احس بالجوع، عايز اكل كتير. الجلوكاجون سكريشن، وهنا بقى ظهر الكونسيبت بتاع الجلوكاجون سكريشن، كمان يبتدي يزيد الجلوكاجون سكريشن. الهيباتيك جلوكوز برودكشن اولسو انكريز. الديكريز البيتا سيل ريسبونس، كل ده بيؤدي الى ديكريز الانسولين سكريشن اند ديكريز الفيرست فيز انسولين ريسبونس. طب حد يسالني يقول لي هو الانسولين ليه كذا فيز ريسبونس؟ في فيرست فيز انت تاكل انسولين يعني زي البولت شوت، طلعت الرصاص، تمام؟ بس انا معيش مسدسات، فانت بتاكل انسولين يطلع عشان يواجه زياده الفود اللي انت اكلته او كميه الكربوهيدرات اللي موجوده بيحاول يعادلها، وبعد كده السكند فيز تو مينتين انسولين عشان يعمل جرادوال كنترول اوف ذا بلاد شوجر. يبقى احنا عندنا ونفتكر بقى كلمه الفيرست فيز انسولين سكريشن دي فيري او ريسبونس ويتش از فيري امبورتنت تو اس. ظهر بقى الكونسيبت الجديد اللي هو الانكريتين افكت، والدكتور عباس الحقيقه شرحه كتير كويس جدا امبارح، لكن ادوني فرصه في نص دقيقه اشرح لكم الحته دي. لقينا ان في الفاستنج جلوكاجون في الدايبيتك بيشنت، انتوا عارفين احنا عندنا انسولين بيطلع من البيتا والجلوكاجون بيطلع من الالفا، مش كده؟ طيب في الدايبيتك بيشنت الجلوكاجون ده المفروض الاكشن بتاعه بيعمل ايه؟ يرفع البلاد شوجر، والانسولين يقلل البلاد شوجر. لقينا في التايب 2 دايبيتس الالفا سيل ما بتصدق البيتا سيل نامت، فبتبتدي هي تشتغل عليها تقول اخد مكانها زحزحها، فبنلاقي ان الجلوكوجون بيزيد في الدايبيتك بيشن اكتر من النورمال سبجكت، سواء كان في الفاستنج او في البوست برانديال بلاد شوجر. يبقى الجلوكوجون بيزيد على حساب الانسولين اللي مش عارف يشتغل، او الانسولين ديفيشنسي او الانسولين ريزيستنس. يبقى احنا عندنا هنا كونسيبت جديد ظهر في الدايبيتس وهو الجلوكوجون. مش هشرح كتير في الموضوع ده، ولكن خلينا نقول ان الجلوكاجون ده بدأوا يدوروا على حاجه تواجه هذا الجلوكاجون. الانتستين
التستك طلعوها، كان زمان يسألنا سؤال التستايلر هرمون ويحبونا في السوري كده في امتحان الدكتوراه، قلنا لها يا ابني التستايلر هرمون ايه؟ وتبتدي تعدله واحد اثنين ثلاثه. وبعدين لما ظهر بقى جي اي بي وجي ال بي والدكتور عباس امبارح عفاض فيه، لكن خلينا اول حته الجي ال بي اللي بيطلع من الدستك من الاليوم، هذا الجي ال بي او الجلوكاجون لايك تايب بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل ميكانيزم جميل جدا، بيشتغل على الانسولين يقوم يطلع انسولين سكريشن، يشتغل على الجاستك يعمل لك جاستك ابنك ديلي للجاستك ابنك، يبقى انت تحس بفولنس مش عايز تاكل، ويشتغل كمان سنترال على البرين، وهنا يشتغل على ايه؟ على ستايلتي سنتر، فيخلي انت عندك احساس بالشبع مش عايز تاكل، ده الاكشن بتاع الجلوكاجون بتاع الجي ال بي، كمان بيوقف الاكشن اوف جلوكاجون على الليفر. يبقى انت هنا مهم جدا ان جي ال بي يبقى اجلس الجلوكاجون بيطلع انسولين ستايلتي سنتر ديلي للجاستريك كامبي، وده مهم جدا في المانجمنت اوف دايبيتيك بيشنت. في النورمال سبجكت والدكتور عباس انا كل شويه اقول انا، لان هو فعلا لقوا الانكريتين في النورمال سبجكت بيبقى موجود بكميه كويسه فيسيولوجيكال انكريتين او فيسيولوجيكال جي ال بي، انما في الدايبيتيك بيشنت بيبقى قليل. وهنا لما بصينا انك انت لو خدت انترا فينس جلوكوز، انت لو خدت هولا جلوكوز لو كانت الانكريتين يزيد تمام، لكن لو خدت اي في جلوكوز الانكريتين ما بيزيدش قوي. الحته دي جت منين؟ الحته دي جت انك انت في حاجه بقى الانتستاينال هي اللي عملت سكريشن او عملت ستيميليشن للجلوكوجون او عملت الجي ال بي، خلت فيه جلوكوجون افكت اقل لما انت تاكل اورالي، وده اللي بيحصل في النورمال سبجكت، ده الافكت اوف الكريتين اللي هو بلاستر في النورمال سبجكت. في الدايبيتيك بيشنت بيقل الانكريتين افكت، يبقى في الدايبيتيك بيشنت الانكريتين افكت بايه؟ بيقل، لكن في النورمال سبجكت الانكريتين افكت از اوكي. دي برضو على الاكسنتايد لقوا ان الانكريتين افكت او الانكريتين اماونت جي ال بي في الدايبيتيك بيشنت از لو كومبيرنج ويز الهيلثي سبجكت، ولما بتدي جي ال بي سبكوتينيوس بتلاقي نسبته في البلاد عاليه. طب ده انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان حاجه مهمه جدا. في ناس يقول لك الدي بي بي 4 انت عندك الكريتين ده حاجه الاثنين، يا جي ال بي بيطلع وبيكسر الدي بي بي 4 انزايم، يا اما تدي جي ال بي انالوج باي باس الدي بي بي 4 ديستراكشن. تمام؟ يبقى انا هدي جي ال بي انالوج يعدي التكسير بالدي بي بي 4، يا اما ادي على الدي بي بي 4 اللي بيكسر الانكريتين اعمل له انهبيشن. تمام؟ طيب لو انا وقفت الدي بي بي 4 انهبيشن هشتغل على ايه؟ على الفسيولوجيكال اماونت اوف انكريتين اللي في البطن. طب هذا الفسيولوجيكال اماونت اوف انكريتين في البودي ما بيقدرش يعمل الافكت اللي المفروض يعمله في النورمال سبجكت. تمام؟ ده بالاضافه اللي بيحصل للبيشنت دول اعتماده على الانكريتين ده بيعتمد على الانكريتين بتاعه هو، مش على الانكريتين اللي خدوه من بره. دول ما بيقدروش يعملوا ريسبونس، لكن لو اديت الانكريتين انكريتين از انجكشن اوفر الفسيولوجيكال يعني ثيرابيوتيك ليفل، يبقى الاكشن بتاعه اللي احنا شرحناه من دقيقه ممكن كان ايه؟ هبل. ده الفرق ما بين الدي بي بي 4 والجي ال بي انالوج. اذا الدي بي بي 4 ما هياش اوفر الجي ال بي، في بعض الدكاتره يقول له ايه مش عايز الحقنه خلاص خد الجي بلاش الدي بي بي 4 ده او الجي ال بي انالوج، خد الدي بي 4 ده الراس بتاع الجي ال بي. لا ده كونسيبت مختلف خالص، ده اكشن وميكانيزم مختلف ايه نهائي. الدي بي بي 4 لو احنا الجي ال بي عندنا ده النيتف هيومن جي ال بي، الدكتور عطاه شرح امبارح بالاستراكشر بتاع الامينو اسيد، عندنا اكتر من جي ال بي انالوج، لكن خلينا نشرح هنا مثلا الليرا بروتايب اللي هو اسمه فيكتوزا. الليرا بروتايب شبيه جدا للفسيولوجيكال جي ال بي بتاع البطن، لكن الاكسيتوتايب فيه اختلاف في الاستراكشر مولكيولار استراكشر بتاعه، وده قد يؤدي في الاخر ان البطن ممكن يعمل انتي بوديز اجينست
ديست لان ده هيشتغل از انتجن اجينست ديست جي ال بي انالوج. الاكسينوتايب في حاجه الاكسينوتايب برضه الاستراكشر بتاعه مختلف اكتر، فهنا في هيتروجينيستي اجينست البودي استراكشر. اذا انت هنا في الاتشيفمنت بتاع محتاج انك انت تعمل كنترولنج للفاست بلاد شوجر، محتاج كنترولنج للاتش دي اي 1 سي اند البوست برانديال بلاد شوجر. ندخل بقى في البراكتيكال بتاعنا. وات افتر يوزنج اوف ميتفورمين ممكن تستخدم ايه بعد ميتفورمين؟ احنا بنمشي بجايد لاين، عندنا شويه جايد لاين كده اللي هم الامريكان اسوشيشن بوزيشن ستيتمنت وبتاعت الاندوكرينولوجي. هتقولنا الكاتيجوريز بتاعتنا فيرست لاين تريتمنت وسكند لاين او دول تريتمنت او تريبل تريتمنت. يبقى احنا هتقولنا ابتدي بالليت فور مين وبعد كده حط تو دراج تريتمنت او حط تريبل تريتمنت. ايه البوزيشن بتاع الجي ال بي انالوج في الستيتمنت ده؟ يجي سكند دراج تريتمنت او يجي ثيرد دراج اديشن تريتمنت. طيب الحقيقه الجماعه الامريكان اللي هم بتوع الاندوكرينولوجي كان مور سبيسيفايد، وانا بمشي مع الجايد لاين دي اكتر. انك انت بتدي العلاج بتاعك اكوردنج تو الاي 1 سي مش هاب هازارد. يعني لو الاي 1 سي بتاعك اقل من 7 تبتدي مونوثيرابي. لو اكتر من 7.5 يبقى انت هنا ممكن تبتدي بدول سيرابي. من 7 و9 يبقى انت هنا في عندك تشويس 3. يعني هنا يحط لك اوبشن على حسب البيشنت اللي عندك. اقل من 7.5 ابتدي بنونو سيرابي. نبص على اللون الاخضر، كل ما الحضانه زاد كل ما البريفيرابيلتي بقت اكتر، كل ما تاخد احسن من الدواء ده. وكل ما نزلنا لتحت باللون الاصفر يبقى هنا نون بريفيرابل او مش مستحب استخدامه. نشوف الشيء اللي بيه هنا في المونو سيرابي واخد زي ما احنا شايفين واخد جريد عالي كاستخدامه كمونو سيرابي. لكن لما جينا بقى في الدول سيرابي او تريب ان انا هستخدم دوايين بقى هو الفيرست تشويس ويز ميد فور مي ان انا استخدمه. تمام؟ يبقى جي ال بي اتحط كبوزيشن ستيتمنت واتحط في الامريكان اندوكراين كلينيكال اندوكراينولوجي از برايورتي اوف تشويس ان ذا تريتمنت اوف دايركت بيشن. ايفن ال 1 اي 1 سي ده اكتر من 7.5 لغايه 9.5. الحقيقه عندنا مشكله ده بيسموه مثلث برمودا. ايه بقى المثلث برمودا ده؟ ممكن تديني 3 دقائق كمان؟ تمام؟ استاذنكم في 3 دقائق بعد كده؟ ممكن؟ طيب انا عندي هنا مشكله في علاج السكر 3 حاجات. البودي ويت، الهايبوجلايسيميا، والاي 1 سي ريدكشن. طيب لو انا حافظت على الاي 1 سي ممكن اخش في ايه؟ في هايبوجلايسيميا. طب انا خفت من الهايبوجلايسيميا هاكل كتير هيجيلي اوبيستي لفه طويله، يبقى انا عايز احافظ على الاي 1 سي هبتدي ما اكلش هيجيلي هايبوجلايسيميا، او اخد ده وما بقاش بنسيت بفود يبقى ممكن اخش في هايبوجلايسيميا. اخدت من الهايبوجلايسيميا يجيلي بودي ويت زياده. الحقيقه برضه مشكله بتقابلنا وبتقابل المريض بتاعنا when we are starting to treat him. الدراجز هنا قسموها زي ما احنا قسمناها كده الى كاتيجوريز. الهايبوجلايسيميك ريسك، الويت افكت، اند الاذر سايد افكت، والافكاسي على الاي 1 سي. لقينا مثلا السلفانيوريا اتس هاي افكس فور ريدكشن اوف اي 1 سي، ولكنها بتزود البودي ويت، وفي نفس الوقت الهايبوجلايسيميك ايفنت بتاعتها فيري هاي. لكن لو اتجهنا ناحيه الجي ال بي 1 انالوج هنلاقيها انها الافكاسي از هاي والريسك اوف هايبوجلايسيميا از لو. واقول ليه؟ لانها نسبه الجلوكوز ديبندنت، انت بتاكل يزيد الايه؟ السكريشن بتاعه، وفي نفس الوقت الويت افكت از ريدكشن اوف ويت افكت عكس الدي بي 4. الدي بي 4 ما بتعملش ريدكشن للويت ولكنها بتعمل نيوترال ويت، يعني بتخلي الويت لا يزيد ولا يقل. السلفانيوريا بتزود الويت، الانسولين بيزود الويت، السيزولوجين بيزود الويت. الحاجه الوحيده اللي ممكن تقلل الويت في المجموعه دي كلها هي الجي ال بي انالوج. وهنشوف دلوقتي في كلام اتقال هل هي ممكن تعالج اوبيستي؟ هقول لكم ممكن تعالج اوبيستي. طيب زائد انها سستيند انها بتشتغل 24 ساعه وده فور اكزامبل على الليلوجلوتايد اتس كونتينيوس اي 1 سي. لو هقعد المعادله دي على الليلوجلوتايد هنلاقي انه بيعمل ريدكشن للاي 1 سي و
وده شيء جميل جدا. كون بالك مع لو اضفنا على الميتفورمين هيقلل لي ريدكشن للاي 1 سي، لكن لو شفنا هنا الجليبرايد مع الميتفورمين كون بالك مع الليلوكروتايد الميتفورمين حصل فيه ويت ريدكشن عكس الكومبينيشن ما بين الجليبرايد والميتفورمين. الحاجه السلايد دي لسه جديده جت من اسبوع. الاي دي اي في 2013 حطت الريكومنديشن دي ودي منشوره في الدايبتس كير. الدي بي 4 هاف كين وايد سبريد يوز ان كومبينيشن ويز ميتفورمين. حلو الكلام ماشي، ولكن قالوا احنا بريفيرابل تو يوز الجي ال بي انالوج اوفر دي بي 4 ثيرابي. ليه؟ لانها سيفير الجلوكوز لورنج اند بروموتنج بول بوست اند بريزيرف البيتا سيل فانكشن. ده الريكومنديشن بتاع الاي دي اي اللي في 2013. كمان قالوا حاجه جميله جدا، اتس افكتنج مالتي فاكتوريال، بتقلل البلاد بريشر، بتقلل الويت، بتقلل الليبت اند كارديو فاسكولار بروتكشن. ودي كلام لسه هنقوله. طب لو قارنا بقى ما بين الدي بي 4 والجي ال بي وخدنا فور اكزامبل الستا جلبتن، لقينا ان الريدكشن للاي 1 سي بيحصل مع الدوروكوتايد او الجي ال بي مور بيتر ذان الستا جلبتن. ونفس الكلام لو استخدمنا الاكسليتايد اللي هو الاذر اللي بيسموه البيضة مع السكسا جلبتن مع الستا جلبتن كونفرسن، لقينا ان في ريدكشن اكتر مع الدوروكوتايد. يبقى سواء كان اللونوكروتايد او الاكسليتايد كومبير مع السيتا جلبتين لقينا الريدكشن احسن في الجي ال بي انالوج از جروب اوف تشويس، سواء كان اكسليتايد او اللونوكروتايد. الحته اللي عجبتني قوي حته الويت ريدكشن، دول بيوروني ان الويت ريدكشن بيحصل، الويت جين بيحصل سواء استخدمت ميتفورمين او استخدمت انسولين او استخدمت الجليبيكلامايد. صحيح ان الفورمين ما بيعملش ويت ريدكشن، لكن او ما بيعملش ويت جين، ولكن في الجيل اللي بياس لقينا ان في شويه ويت جين حصل ديورنج استخدام الميتفورمين. مهم جدا حته السيلز والهيل البايب بتاتون فور اكزامبل مثلا ولا الروسي بتاتون، لقينا ان الاستخدامات الروسي بتاتون اللي هو اتشال من الكلام الافاديه او بيرك بيتاسون عيال بياخدوا يقول لك ايه انا وزني بيزيد. تمام؟ طيب هل لقينا حل لمشكله الوزن؟ والله الاستراتيجي دي اتعملت باضافه البيوروكلوتايد 2 باي بيتاسون، ولقينا لا فيكس جميل جدا في البيشن دول. الناس اللي كانت خايفه من وزنها يزيد مع استخدام الباي بيتاسون لقينا مع اضافه البيوروكلوتايد البودي ويت حصل فيه ريدكشن. يبقى هنا حصل الكومبينيشن ده ادى الى ريدكشن بودي ويت، واستخدمت البينفيت اوف بايت ديتا زون از انسل ريزيستنس في ريدكشن اوف بودي ويت. والله ده بيجي ساعه. ده انا بقى ثلاث شهور اوضب فيها دي. هتجيلي كده طب خليني اقول كلمتين بس اجل يعني؟ طيب. كل شهر خمس دقائق. طب خليني اقول سبايس كده. طيب. ماشي. فالريكومنديشن بتاعة الامريكان دايبيتيك اسوشيشن في نفس الستيتمنت اللي فاتت قالت تستخدم البايبريتازول مع الليلوكلوتايد بيكوز ات ميك جود بنفيت، لانك انت بتشتغل على كذا ميكانيزم اللي هو الانسولين ريزيستنس وفي نفس الوقت ما فيش ويت جين، لا ده بالعكس في ويت لوس. الاف دي اي في 2014 يوم 11 سبتمبر ادتنا ابروفال على استخدام الليلوكروتايد از مونوثيرابي في التريك او في علاج الاوبيستي. بس هنا باستخدام انتوا عارفين الجزء بتاع الليلوكروتايد 6.10 1.2 1.8. لا انا عايز 3 ملي جرام من الليلوكروتايد وانس ا داي فور ريدكشن اوف بودي ويت. وده خد اف دي اي ابروفال، عملوا فوتنج 14 صوتوا معاه وواحد قالوا لا، لان قال لك انا عايز استضي اكتر. لكن هنا نازل لولوكوتايد 3 ملي جرام اسمه ساكسندا ان مانجمنت اوف اوبيستي بتاخد وانس ا داي فور اوبيستي. طيب اخر حاجه هي الهايبوجلايسيميا، وكلنا كل الاستاديز قال انك انت علاج انك انت لما تيجي تعمل كنترولنج للبلاد شوجر هذا الكنترولنج بيبقى على حساب الهايبوجلايسيميا، يعني البيشنت كان اكسبوز تو هايبوجلايسيميا.
وكل البريفلنس اوف هايبوجلايسيميا بتحصل مع كل الحاجات اللي احنا استخدمناها سواء كانت انسولين او السلفانيورين. وفي حته الهايبوجلايسيميا هنا عايزين نقول حته صغيره جدا والدكتور مصطفى اشار اليها امبارح اللي هي الهايبوجلايسيميك ان اويرنس. مش كده بيه امبارح؟ مش بيحصل كده؟ اقولها تاني؟ طيب تمام. يعني انت ممكن تتعرض لهايبوجلايسيميا وما تحسش بيها. ليه؟ انا بمثلها في واحد مثلا ايه؟ انت كل شويه عمال يحصل هبوط بلاد شوجر، ادرينالين يطلع، هبوط بلاد شوجر، ادرينالين يطلع، هبوط بلاد شوجر، وبعدين كذا مره يحصل الادرينالين. هو ايه الجدع اللي عمال يطلع كل شويه ده؟ سيبك منه، خلاص مش طالعين. فبيحصل في ان ريسبونس للاوتونومي او للادرينالين والجلوكاجون سكريشن من كتر ما حصل لك هايبوجلايسيميا، ودي مشاكلها كبيره جدا. وعشان كده الجي ال بي از جلوكوز ديبندنت. يعني لو انا جلوكوز عالي تبص تلاقي الانسولين يزيد قدامها والجلوكاجون كمان يقل انفرا بس. طيب عشان سلايدات تاني؟ لا فقط 50 او اقل. اعدهم لك دلوقتي. ينفع واحده؟ واحده. طب يعني سو ناو يو هاف كنترول اوف بلاد بودي ويت اتش بي اي 1 سي اند هايبوجلايسيميا. ده الكونكلوجن اوف ماي بقول لكم فورورد ان شاء الله انكم تحضروا مؤتمر السكر باذن الله السابع بمشاركه جمعيه الصعيد والعرب دايبيتس فورم، واللي ان شاء الله هيكون في جده في الفتره من 24 ل 26 ابريل 2014. ويسعدنا بتشريفكم جميعا. اشكر كل اصبع، اشكر الجميع، والحقيقه رحمة